سلام طوب عليك حكم القدر تفرد جناحا السلام وتوسط نور السفر زي نجمة في قلب والله لكن نسبك بيشرفنا كثير يا زنديه. نحن لاقينك وين؟ بس الا شنو يا جابر؟ بتتبسبس مالك يا زول انضم. اذ جاك زنديه ما جاك زول هوان ساكت تديه من غير كلام. ايوه لكن الحكايه دي ما بتدور لها شوره. تشاور فيه زنديه؟ وقالوا لك زنديه بشاوروا فيه؟ اي لكن البنيه دي ما عندها وليان. عندها خيلان وعندها عمام وعندها هلا باكر من الصبح اركب امشي لهم محل ما يقعوا واكلمهم. جابر هي البنيه نحن بندوره باقي لي عليها في الاول بعدين مشاوره هلا بس اي عود الكلام تعقد له هسه وبعدين الشوره. اي لكن اخواني الكلام ده ما بلومني معاه هلا اخر تتلوم معاه هلا ولا تتلوم مع زنديه عشان اللوم مع زنديه بيجيب له كلام ثاني. لا 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 كلام ثاني لا لا زنديه ما بياخذني ولا بالسكيدي يابا اعملك كمان ترفع صوتك عليه. زنديه ما بياخذني وانا ما بندوره قبلي يجي والدتها بعدين تشوفي بسوق القصب. امرك امرك يا بعشو وانت اصبر لي يا اعجاب بنتلاقى. زنديه امسح عليه في وشي البنية جاهلة وصغيرة وما عارفة انه غدارك ساكت. انا برضيها وبس اسمع كلامي انا عارفها. ليش يا بنتي تسوي كده؟ انت ما عارفة زندية دمه؟ ما عارفة زندية ما بياخذني يابا. يا بنتي ده عندك كافي شره. انا خايف عليك انت.
يا برد خاف لأن رب كريم بيحمينا منه، وكان هو قوي في اللي قوى منه. نعم نعم في اللي قوى منه، لكن ما تقولي مش ساكت، لابد يكون ناوي له على نية كعبة. يا ساتر يا رب نجينا من كل بلية يا الله، يا الله نجينا من كل بلية يا الله، يا رب نجينا من كل بلية يا رب. الله يجازينا احنا جايبينها عادل. والله كان عجيب جدا يا والله يا استاذ بدر الدين، احنا في المحاكم دي بتلاقينا قصص ونوادر وحيات غريبه جدا. والله تخيل برضو بنتي هدى أيوة. نفس الحكايه بتحكي لي حاجات والله العظيم ذاته ما بيصدقها. والله يا احمد الدين الونسه معك جميله جدا. الله يبارك فيك. لكن اسمح لي اقوم امشي بعد كده. ليش مدى يا ابني؟ انت الثاني انت عشان تقول امشي. معلش يا استاذ بدر الدين، دي اعتبرها زياره سريعه كده وبجيك في زياره ثانيه. احنا بس قالوا بدينا نتكلم، كنت اقول امشي يا اخي. معلش كلام ما اقول يا اخي. اجيك المره الجايه بزياره اكبر من كده ان شاء الله. طيب انا المره دقيقه اسمح لك تمشي، لكن ما تتاخر ابدا، المره الجايه تيجي طوالي. من المتاخر؟ انا اتاخر يا استاذ بدر الدين؟ ايوه. عاد شوف فرق، انا المره الجايه حاجي اقرب من هذا الصور برضه. طيب طيب يا بدر الدين خليك قاعد. طيب طيب مع السلامه. طيب طيب عليكم السلام. الله تمشي البغاله وتشيل اكبر كميه من المعلبات والجبنه والسكر والشاي وكده. نعم. قول له انا جايك من طرف حامي. جميل جدا. لازم تشهي نفسك كويس. حاضر. وتعمل حسابك انك ما حتاخد اقل من 3 شهور كامله. يصلك تقرير مفصل كامل شامل ان شاء الله. بعدين زي ما كلمتك وفهمتك زنديه ده هناك حيساعدك ويعاونك كتير. هو صحيح ضافر الناس شويه وموريهم العيله الحمراء، لكن المسائل دي هناك مهمه جدا جدا. بعدين برضو في واحد راجل طيب كده هناك اسمه عمك عقيد. عقيد؟ ايوه. نعم. ده برضو حيساعدك ويكون معك طوالي. جميل. وزي ما انا خليت لك هناك المصاريف تدي العمال، واذا انت احتجت لاي شيء ها. لا عادي هناك يا حاج. ايوه ان شاء الله على كده وعلى بركه الله تتوكل طوالي. شايف يا هارون اخوي زلك الكفر كل حامد ماسك فيه وقوي. الله ده كلامك، كيف ما يمسك فيه قوي؟ ما مرق من موتة محققة. عنده عمر المرق من دي؟ يمرق من الجاية. ربطتها كويس يا حاج سليمان. أزول نجبت لك نجام تب تب تجي عاوز كله كله كتبت لك التب شديد. ده الكلام. حتى كمان الزاد عملت لك. يا سلام. ما بتنسى حاجة يا حاج سليمان. أفوق هذا الواجب. لكن والله يا سيدنا الصلاح تفرق عليك كثير. خلاص معليش ما كلها شهر شهرين كده وبنجيك. كثير ما ان شاء الله. كثيره كثيره بالحيل. هكذا حسي امسك القريشات دي وخلي لي الوليدات. حاجه بسيطه ظروف ما معروفه يا حاجه بسيطه. تمام خلها عندك. صلى على النبي. الله يبارك فيك. صلى على النبي. جزاك الله خير. الله يبارك فيك. الله يقدرنا على جميع. عفو ما اشيل معاك يا حاج. حرم الشيف عاشوم تتجاسر عليك انت. دمي فاير عليها شديد. عاشوم شفت الكلام طالع من خشومك كيفين؟ زي الجبخانة. البنية ما بنيت نصاحة بعشوم. غريبة زندية. أول مرة أسمع لي زول اللي زعلك كنت مبسوط. هذا أقول لك زعلان منه أكون كذبت عليه. إلا دي بتتحداك يا زندية. نعم مالو. خليها تاخد راحتها. خليها تاخد راحتها بعشوم. وما في زول يقول لها عينك فوق راسي. إدمانك يا زندية. أمرك عجيب. أيه. أنا ما يعني. أنا بقي زول آخر بعشوم. من ما البنية دخلت جوا هنا وسكنت هنا بقي زول آخر. آه بعشوم أنا مغلي غلي يا بعشوم. أنا المقاعدك شنو؟ ما تشيد تركب وتمشي السوق. أيه بنمشي السوق. القافير جاي نحفي العروس البنوت يغنن والرجال يتنبروا واجيك أنا فوق الفرس. هلا هلا أيه هذا الكلام. وكفى اختفى وطير بيها بعشوم. تقع بيها وين عم مبروك؟ أقع بيها محل ما أقع بعشوم. أنت شن غردك؟ ده ما نعيم الدنيا بعشوم. نعيم الدنيا يا بعشوم. الخطوه الجايه حنمشي انا وامي وخالتي. تمشي تعمل ايش نفس؟ نمشي نتعرف بيهم ويتعرفوا بينا، الاصول كده. بعدين ده مشوار نهايته نهايه سعيده. طيب هتمشي متين؟ الله انت مالك انت، نمشي وقت ما نمشي. الموضوع
اها الخطوه الجايه شنو طيب؟ يا الله انت زول مزعج خلاص، انت مش عايز تعرس. في ترزيك تاني قالوا لك في مربع تسعة، لكن بكره انا اجيب لك خبر تب. ايوه كده شويه 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 بقيت اقرب منك يا عرقله. وسيمه منو؟ حليمه؟ هاي حليمه متزوجه وبراجلها. ايوه هو اصله بلف وبدور وبمشي هناك، واخر حاجه بمشي وبقبض عندها. كيف جيت؟ كيف حالك؟ الحمد لله على السلامة. الله يبارك فيك. بارك الله فيك. تسلم. الله يبارك فيك. كيف الأحوال؟ الحمد لله. نورت مقنقر والله. الله يبارك فيك. بارك الله فيك. الله يحفظك. لكن تعرف؟ أها. والله العظيم طريق متعب تعب. ما يعلم به إلا الله. الحمد لله على السلامة يا زول. تسلم. الحمد لله على السلامة. الله يبارك فيك. أي الطريق شين؟ الله يخليك. إلا ربنا يعدل إن شاء الله. تفضل تفضل. تفضل أيوه. تفضل تفضل. أها. إن شاء الله البيت عجبه. يا الله قريب. والله تعرف. تفضل تفضل. والله حاجه جميله جمال ما معقول. لا لا ان عندك شو يقولوا يا زول؟ ان بقى عندك شو يقولوا؟ اقول شنو يا اخي؟ يا اخي انا والله العظيم امنيتي اسكن في قطيه وربنا حققها لي الحمد لله. الحمد لله. حاجه مريحه جدا والله. الحمد لله والله ريحت بالي. اها زول انا ساكن جنبك بيجاي. سمح. ان بقيت داير شيء قول عقيد. ولا اقول لك قول ادم ده ولدي الكبير. ما شاء الله. ولا اقول لك يا زول قول فاطمه دي بنتي. ولو ام العيال ذاته بتفضيل لازم هي ما عندك مشكله ما في عوي والله ان احنا نحبك كثير والله الله يكرمك الله يبارك فيك والله وكيد قالوا لي جايكم مفندي يكون مزعول مننا ويشوف البين ولا علينا والله فرحنا كثير خلاص في شان من زمان دارين لنا زول يوقف لنا المساخر الحاصه دي مساخر أرح كازل أرح أرح طيب أخو يلا نتوكل على الله أرح بياي 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 بارك الله فيك الحمد لله على السلامة والله شنو يا اخي مبوز كده؟ ما كل حاجه ماشيه تمام تمام زي ما انت عايز. انا فرحان ومبسوط. بفكر اكون اسره وبيت. وخالي هناك ما عارف له وجهه. متشرد ولا الحاصل على وشنو حتى. هسه تذكرك الكلام ده شنو؟ وانا حصل نسيت يا رشا. يا هادي بالله ما تبالغ. يا اخي دي سنه الحياه. في ناس بتفرح وناس تحزن وناس تشرد. يعني ما ممكن لو في ماساه الناس توقف حياتها وتعيش في حزن دايم. أنا مرات أكون في قمة سعادتي كده زي ما بتقول اسمع هدى مثلا وفجأة أتذكر خالي وأشعر بالخجل أفكر إني أناني ما بفكر في حياتي وبس وخالي بهناك ما معروف وين ولا حتى الحاصل عليه بشنو يا رشا عادي لك الله ما تبالغ شيل الأوهام دي من راسك وعيش حياتك طبيعية زيك زي غيرك يا ريت أقدر يا رشا يا ريت أقدر والله عقيدك حاجة كويسة جدا هلا هلا فندي أيوه العمال بسطهم تب اتكلمت معهم كلاما سمح جبرت خاطره قلت الكلام ده أول
ما كان بيسمعوك. اي لكن يا عقيد يا اخوي، ما انت يعني عشان الانتاج بتاعك تزيد وكذا لازم انت ذاتك تريح الناس اللي شغالين معك. اي والله زي ما نحن مريحينك وكذا. صح كلام صح، انك تجبر خاطري ثاني شنو؟ انا ما كمان بشتغل صح. كلامك تمام والله. حلالي. مرحب حلالي. مرحب النخيل. انت يا عقيد؟ اها. دي بنيت منو دي؟ دي النخيل بن جابر ساكن جنبنا بجاي، بنيه نجيضه عفيت منها، موزونه بيراجل عليها الطلاق. ما شاء الله ما شاء الله والله ما شاء الله ما شاء الله. يا اخي انا والله الحقيقه نسيت في موضوع كده عايز اسالك منه. في واحد موصيني له سيد حامد، اسمه منو يا ربي؟ ده منو ده؟ اسمه ايوه زنديه. زنديه زنديه؟ اي زنديه. يا زول مالك علي جايب لي سيرته يا اخي؟ يا اخي لا اله الا الله، الله لا كسب ولا غزى فيه بركه. ماله يا اخي؟ يا اخي ده الشر ذاته ماشي بكرعيه، زول قلبه اسود وفعاله زي وشه. حول ولا قوه الا بالله. وساكن هنا؟ لا لا، حايم بالبلد ينجد في خلق الله. يا هبش في ده ويا هبش في ده، علي بطلك. مين ما جبت لي سيرته؟ ها؟ جسمي ده كله كشه. اها، وحرم الليله دي ما ناكل كبش الا من زريبه عبد العظيم. جيب له تراب. امشي، امشي لا تعطينا، قوم على حيلك. جيتك يا عبد العظيم. قوم. الليله جاك بلع. الله يا بنتي، انا ما شايل همشي الا افوت اخليك. تفوت وين يا ابا؟ بعد عمر طويل ان شاء الله. ايه العمر ما فضل فيه كثير وانا شايل همك. نوم ما بنوم بفكر فيك يا بنتي. لا تشيل همي يا ابا، انا اللي رب كريم برعاني، ولا تشغل بالك ساكت. الا من يوم جا زندية هنا ونظم نظميه الشين ذاك، أنا حالي بقى غير الحال. يا بزندية السما له قريب، امسك ولا يمسك يدي. أنا ما بندور زولا فعيله شينة مثل ده، الصغير والكبير اللي عن فوقه الماشي بالدرب يقول لك زندية ربنا يكفينا شره. هاي يا أبا الموت ولا زندية. إلا أنت عارفة بشوف سكاته ده تقولي فات خلاص. زندية مفهود بأخوي وأخوك، زندية يكون بدبر له في نصيبة كبيرة. لا ترقدي له على أمان يا بنتي، لا ترقدي له على أمان. نوم يا بنوم وخذ راحتك. حي بنوم. وين القصر؟ ناشي الراجي المثل دي زمان تسوقها في يوم عينك عينك. إلا ما النخيل، النخيل الكوم والبنوت كوم براو تجي دي ست الفريق الماليها شبيه عليها الطلاق عن زندية. بعد ده ما فاضل لك إلا تقول شعر. وقالوا لك أنا ما شاعر. أسمع الليل يتغاش الفريق، قلت له بالشوقي والبنوت براك يا من درن شوفي سوى لي طمام وكتر نعوفي. أمانة ما وقع راجل. هبع شو أنا بنمشي نسوق النخيل أي يمين هلا، لكن قبل ده بدور نصلح الحال ونعدل الحال ونجيب لك غوشة ذهب كبيرة. أمسك أي حود الكلام. نجيب لها الزمام والفيدو أيه، وكمان من دون نسوي لها إرسن ما حصل قبل ده، إرسن كبير بالحيلة بعشو. نجيب لها جد البنية تستاهل. أيه شوفها بعشو كمان بدون نجيب لها الكسوة الفاهمة والشي الغالي فيشان هي غالية. رسلت له بيت مرسال يومين ثلاثة ويرجع، وبعد داك بنمشي نسوقها. تستاهل عريس. واليوم داك البقي في دربي بيتم عياله. دارين شنو يا ولد؟ يا حسين يا علي علي. الله 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 يا حامد، عيب يا زول، اركز. الله احنا اخوان. يعني احنا ما جايينك هنا، ما جايين السر، احنا جايينك ودارين مفاهمه مع منو؟ مع منو؟ معترفين يا حامد انه في غلط حصل.
والغلط ده يعني بيحصل بين الاخوان في البيوت. انت نفسك طوالي كده يا حامد يا اخي. اصلي ما بنسى منظركم وتوحشين. عايزين تكبحوني؟ عايزين تقتلوني؟ ولا منظر السكين؟ انت عندك حركات يا حامد مش تخلي الزول يطلع سكين، تخليه يطلع مدفع مضاد للطائرات عادي. تتناسى اي شيء كانك ما بتعرف الزول تنقلب طوالك. دخلنا البلد دي نحن ثلاثه شركة في كل شيء، بيناتنا عهد وميثاق، والخير والعيسى العايش فيه كله انت ده عملناه واحد ثلاثة. عاصت القدبرات لبي الله يمين نقتل عشرة زيك. جانين شرهين ما حرام عليك يا أخي، الخير ده ما كتير وكفينا. حرام يا حامد يا أخي. وين لك بالشينة لكن روحك روح كلب. لكن أخذت لكم علقة، علقة عمركم عمركم ما تنسوها كلابات. يدي ولا ما رزبت يا أخي. أنت كنت ملبد لينا وين ده يا حامد؟ ملو الملبد ليكم وين ده؟ ده ما غدر الله جاكم عديل. دايرين تجبر دبي ها؟ الله يهدى بموت الله مرقك منا. لكن والله يا حامد أخوي أول مرة تشوف منك زول جلسة جلسة كتير يا أخي. الدكتور أولادي عنده سكري، الضغط السكر دي جاك بيتين ها؟ جالي يوم ذاك. يا أخوان ننسى الحصل كأنه ما كان ونفتح صفحة جديدة أساس التفاهم والصغة والانسجام، ولا إيه رأيك يا حامد؟ ما عندي مانع نقعد ونتفاهم، نجيب كل الأوراق والمستندات والوثائق ونقعد نمسك النقطة نقطة بند بند، كل واحد فيكم مننا كلنا يعرف البيه والعلم. ده الكلام كلام مظبوط جدا جدا. أهميتين قلبي يريحكم حدد يا زول. خلاص الليلة المسا في بيتك، ايه رايك؟ ما عندي مانع. خلاص العشاء جيها العشاء بروتي ده مرق يا راجل ها. جنك اكل انت. انت اسمه واحد ضبط حركاتك دي؟ انا برضو بتاعت حركات؟ يا سلام والله بتفكر تقللي امشي ازعل امي وتوريني الحاصل كله. جيلان موقفك شنو طيب؟ حد لك شنو يعني ماما؟ بقول لك يا يما على السرور مشينا اليوم كده ده يا يما واكرمونا واستقبلونا والله يتم على الخير. اسمعي وافقوا؟ وافقوا شنو قالوا خير الحمد لله. بس شنو عايز شنو اكثر من كده انت؟ هذه الكلمه اللي بيقولوها. رشا اسمعي الدار ورا الكواليس شنو؟ الحاله دي حتى لا 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 شوف ما وراء الكواليس ده بخصني انا بديك لي بالقطاره حته حته عشان ما تتفهم علي. ما عليك مدسه يا جوك، انا الليله ديك رسلت عرقله وكرناف امشوا يجيبوا لي شنطه مليانه ذهب كان صرف المرحوم من البنك وشالوه ودوه البيت كان معاه وضبه. لما كلمني كرناف قال لي التاجر وضبه ودوا القروش البيت، انا قلت له داير القروش دي الليله، قام ساق عرقله ومشوا. كلام واحد فوقهم عمله؟ لا ما احتمال راجعين تاني. بعدين الجرايد قالت انه الشنطه مليانه قروش لقوها جنب المرحوم. أنا حذرته ما يا زول كرناف متهور، عرقلة ده مسكين ما بيعملها، لكن كرناف ما بيسمع الكلام راسه ناشف أهوج ومتهور بيعملها. طيب عرقلة ما ظهر ليه؟ ما ده المحيرني، هو ما في غير احتمال واحد، عرقلة يكون خايف من كرناف وما دار يدخل نفسه في مشاكل. بس يا ريس إذا كلامك ده صح معناته ضب راح فيها لا إيده لك راعه. ضب جاني هنا وقال لي أنا تبته حد الله بينه وبين الجريمة، حتى أنا زعلت منه وقاطعته، لكن كان ظاهر إنه نيته يتوب. ضب ما بيعمل كده،
ما في سبب بخليه يسرق ولا يقتل. ويقتل منه الراجل الاقرب ولماه من الشارع؟ لا 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 لا، انا الكلام ده ما بيدخل لي في راسي. بس اذا لمينا في عرقله بيقدر يشهد كراف؟ ما انا في الاول داير اعرف منه اللي حصل بالضبط، وبعدين نشوف نتصرف كيف. عليك الله يا هارون، إيدك كان بيطلعك تقتلني. إذا بكت لا الله مرقك منا، لكن اعمل حسابك وامشي صح. الحمد لله يا جماعة، حسمنا كل الأمور وخلافات انتهت، وتاني ما أظن في مشكلة قدامنا. ورجعنا يا جماعة. الحمد لله. ده المفروض كان يحصل من زمان، يعني نحن كان كل مرة المفروض نقعد سوا ونجيب الأوراق والمستندات. نقعد سوا ونعرف البينا والعلينا، لكن احنا كل واحد كان شغال براو لحد ما السكاكين مرقت. والله يا جماعه ما طالبني حليفه، ساعات كده الواحد يذكر ايام زمان ويحل ايام الفلس والفقر ديك. الله يا زمن، النفوس كانت صافيه والزمن كان بخير واشتغلنا مع بعض بكل صدق وامانه، والعلاقه بيناتنا كانت قويه مترابطه. ايوه والله زمن. والله الله يجاز القرش، القرش ده صدق بيخرب كل شيء فعلا شديد. والله يعني كان في بيناتنا موده وحنان ورحمه، لكن ابدا نتعهد على شيء واحد. نتعهد على الصدق والامانه، واهم شيء بيناتنا يبقى يكون وضوح. ايوه وتعهدوني عهد صادق، والخاين الله يخونه. جدا والله. بالحيل الذهب متعجل بدور رقد فيه ده وفي جيده. متعجل الذهب ولا يد متعجل العرس يا مكار. النصيحه بعشوم انا المتعجل. ما انا المعطلنا شنو؟ ما انا مش ناخذها عديد. قلت كده بعشوم. هي كده الليله بنمشي لها. يابا إيه؟ عملت لك حرجل وكمون سنة مكة، اشربهم بتبقى طيب. كتر خيرك يا بنتي، والله انا كان خشيتك ما كنت عارف اسوي شنو وقبل وين. انت الخير والبركة يابا. الله يخليك يا بنتي. طيب خلاص قلنا طيب. ها يا حامد، نجي الخطوة الثانية والمهمة. اللي هي شنو؟ زولك ارسلت الخلا وشغلته معاك. تقصد ال اداكم علقه؟ ها الزول ده ينطرد طوالي، ما عنده معنا اي وقعات. يمشي بستين الف دهيه يا اخي. كده يا جماعه ادوني فرصه معاكم. ما مستعدين نسمع اي كلمه في الموضوع ده يا حامد. الزول ده ينطرد يعني ينطرد، انا احنا وهو ما بنقعد في مكان واحد. خذاته من وين وجانا من وين؟ بكون ده شنو؟ ما معروف يا حامد يا اخي. تعرفوا الخوف سبب لكم اللوعة؟ أنا ما حأطرد، حأخليه هنا. كل ما تتجننوا أناديه يأدبكم. يا حامد نحن بنتكلم جد يا أخي. الزود قلنا ليك انطرد يا أختي. أنا غادي غادي يا أخي، ده نحن وهو ما ممكن نتلمى سوا. أنا كل ما أتذكر الزود ده شعر الجلد كله أتكلم. يا حامد زود انطر طوالي، ما دايرينه يعني ما دايرينه. خلاص يا جماعة كده نأجل الموضوع ده لوقته. نأجله؟ نأجله لمتين يعني؟ للوقت المناسب يا أخي. الله يستر. في شنو عقد؟ زندية
الا كان ناوي له عليه شيء. هو ده زندية؟ هي داك زندية ومعاه رفيقه، ما بيصهروا الا كان داير يسوي لهم فعلة. ها؟ يا اخي اسمع، انا عندي رسالة الحقيقة عايز ابلغها له من سيد حامد. عارف السبب اجابه؟ ما عارف. وقت ابد ما خلاص الموضوع انتهى؟ لا لا، الزندية ما خلاص. هي تطلب وهي يابا؟ والله ده اصله ما يبقى. طيب اللي بيبقى شنو يعني؟ سوق عديل قدامه هلا، وما في زول يقدر يحترده. ها؟ الله كويس كمان. خش يا بعشو. خش. قومي على حيلك. فكيني. قلت لي كمون. ما بنمشي معك بالتنين. تمشي كراعد فوق رقبتك تمشي. قلت لك بالتنين. جيب يدك هنا. يا ولدي ارحم مرضي. ارحم شيبي. انت خليك رب العالمين بالتنين بالكيدي. خليك. بدنا سوقك هالسمحة. امرقي قدامي. ما بنمشي معك بالتنين. يا ولدي. ما تخاف من ربك. فك البيت. بعشو. ايوه. سوق العجوز ده غادي. بنت فيا انا ما بتسمع كارديتي كان بيتي بتمشي قلت لك امرقي قلت لك امرقي فك البيت يا زنديه